السلام، جيسبر ان شاء الله راكم ملاح. الوغ اون اوتر فيديو اليوم حنشوفو بعد ما الجلوكوز صرات له جليكوليز وعطاني بيروفات. بون ديروا في بالكم الجلوكوز عنده 6 كربونات والبيروفات عنده 3 كربونات، دونك حيعطيني زوج بيروفات. يا اخي قلنا وحده من الجليسيرال دي تريفوسفات هذاك، والدوزيام من لو ديدروكسي اسيتون هذا كيتصالو ايزوميريزاسيون ويعطيني جليسيرال دي ويكمل يهبط. يا اخي قلنا تصرات دو فوا، هذيك التحتانية تصرى دو فوا باش من العلخر حيقولوا عندي زوج بيروفاتات. داكوغ اللي ماهوش فاهم واش راني نقول لازم يشوف بيان لا فيديو تاع الجليكوليز ان شاء الله ويفهم. تاني حاجة واحدة أخرى حبيت نقولها لكم، دوك واحد يسقسيني يقول لي أيا اسكو نحفظ بلي زيتاب واش يصرى في الجليكوليز وباتاتي باتاتا. نو، تبعوا معايا الجليكوليز فهموها لي، فهمولي نيمبورت كي العملية حنقراوها دوكا، فهمولي لو برانسيب تاعها، لو بيلون شحال ربحت من ATP شحال ربحت من ناتج اشارج بلس. داكوغ هذه سي تري امبورطون. anyway واش تاني لا ريغولاسيون ركزوا لي عليها، لي سيت دو ريغولاسيون. قلنا في الجليكوليز عندي 3 سيت دو ريغولاسيون، هذوك صح حافظوا لي دوك الانزيمات وحافظوا لي لا ريغولاسيون تاعهم شكون يستيميني وشكون ينيبيهم، تما صح. بصح زعما لا جليكوليز هكا عمليه وكذا تبدا تحفظ فيها بالديتاي، نو احكم لي هكا اون جينيرال فهم بيان والسلام عليكم. داكوغ anyway دوكا قلنا الجلوكوز بعد ما عطاني زوج بيروفاتات، دوكا دوك زوج بيروفاتات سا دي بوين يروحوا الا كان متوفر الاكسجين، راهم حيروحوا باغ فوا ايروبي. هاي ايروبي حيهبطوا لتحت، هذه تحت دوك نروحوا ليها. الا كان ما كاش الاكسجين باغ اكزومبل حاله البكتيريا وماشي زعما باغ اكزومبل خميره، باغ اكزومبل شتو زعما الخبز كيديروا يخمر، هذوك سو سون دي باكتيري يخي نغطوه باش يخمر، لازم ما يكونش كاين الاكسجين. داكوغ دوك حد صرا له تخمر. واش اسمها التخمر بالعربيه بلوتو بالفرنسي تلفولي لي لونغ بالفرنسي، واش اسمها؟ اسمها لا فيرمونطاسيون. داكوغ دوك حد صرا له عمليه فيرمونطاسيون اذا كنا في لا بافوا انايروبي. داكوغ ماشي غير الخبز كيديروه يخمر ولا الخميره ولا البكتيريا ولا نو ميم تصرا با اكزومبل في العضلات. شتو العضلات تاعنا كي نكونوا نديروا سبور، راك دير سبور او هاكا تجي حدك حالك ومن بعد كي دوك العضلات رايحين يديروا اماها الجلوكوز بزاف باش يقدروا يعطوك الطاقه تاعك، هذيك لازم يعطوك الATP لازم يعطوك الطاقه. داكوغ دونك يديروا بزاف اماها الجلوكوز، الجلوكوز هذا كيولي بيريفات انت يا ام ماكش تنفس مليح، ماكش تنفس مليح، راك دير سبور ماكش تنفس بيان بيان بيان، دونك اوتوماتيكمون واش حيصرا هذاك البيروفات رايح يروح باغ فوا انايروبي باسكو ماكش تنفس بيا باسكو الاكسجين ماهوش يلحق لي سيلول، فهمتوني؟ دونك هذاك البيروفات ما عندوش خيار حيروح باغ فوا انايروبي، حتى صرا اون فيرمونطاسيون حتى صرا تخمر على مستوى الخلايا. داكوغ دونك حيتفرز لك واحد الحمض سام واسمه اسيد لاكتيك. داكوغ هذا حمض السام ولا اللاكتات وهو اللي يعطي لك لي كورباتور. دايوغ لي كورباتور بوغ ايفيتي لي سبورتيف يعرفوها هذه، بوغ ايفيتي لي كورباتور يليق اولا تتنفس بيا، يليق ثانيا اشاك فوا دير هذيك شغل يا ربي واش يعيطوا لها. يا اخي اشاك فوا نديرو سبور عندنا لازم نكسلو هكا، نكسلو العضلات تاعنا، نكسلو بيان تنفسو بيان باش عاش نحقو بيان الاكسجين لكامل لي سيلول تاع العضلات. داكوغ anyway قلنا تصرا اون فيرمونطاسيون لا غالب باسكو ما كاش الاكسجين، دونك لا فيرمونطاسيون خلونا نهضروا عليها. كاين زوج انواع، شوفوا لي على الجهه اليمنى وعلى الجهه بلوتو على الجهه اليمنى وعلى الجهه اليسرى. نروحوا الجهه اليسرى لا ضيغوبي، شوفوا هذه هي يعيطولها لا فيرمونطاسيون الكوليك يعني تخمر كحولي حينتج لك كحول. داكوغ دونك حتعطيني زوج ايثانول وتعطيني زوج سي او 2. داكوغ تعطيني زوج ايثانول وتعطيني زوج سي او 2 هذه لا فيرمونطاسيون. anyway يعيطولها ثاني لا بلو يصرى فيها تصرى فيها لا ريوكسيداسيون دو ناتاج اش بلس. واش معناتها لا ريوكسيداسيون دو ناتاج اش بلس؟ معناتها ناتاج اش بلس زوج ناتج اش بلس يدخلوا ويعطوني زوج، يعني غلطه انا كاتبه واحد مانيش كاتبه زوج بصح هي يعطوني زوج ناتج ا بلس او بلوتو زوج ناتج بلس. داكوغ دونك حاجه ماشي مليحه راك حتستهلك ناتج اش بلس، وانا ناتج اش بلس نسحقهم في الخليه تاعي، خليه بالنسبه ليها ناتج اش بلس راهي ثروه عظيمه شغل راهو الدولار. داكوغ قلت لكم واحد ناتج اش بلس يساوي 3 ATP سي فري ماهوش دينار اللي تتعامل به هي بصح دولار كوميم. دونك ايماجين تاي استهلكت لا زوج دولارات يا بحينك هلكتها.
داكوغ، ميم كي تروح من هنايا توجور لا نيروبي، توجور لا نيروبي تصرا فيها غي اوكسيداسيون دو ناداش اش بلس، دونك زوج ناداش اش بلس يعطوني زوج ناد بلس، داكوغ دايما زوج زوج، انا قبيل غلط كتبت واحد لهنايا بصح زوج زوج، باسكو زوج بيروفات، كل وحده تقابلها وحده. anyway دونك واش حي صراحه تعطيني كوم برودوي هذاك لو دو بيروفات يتحولوا يعطوني زوج اسيد لاكتيك، شاك بيروفات تعطيني اسيد لاكتيك داكوغ، هذه يعيطولها لا فيرمونتاسيون لاكتيك، يعني التخمر المتعلق باسيد لاكتيك. داكوغ مام هنايا وحده بيروفات تعطيني وحده ايثانول وحده سي او 2، مادام زوج بيروفات دونك زوج ايثانول وزوج سي او 2 داكوغ. ما عليناش كملنا لا نيروبي، ماشي حاجه كبيره ما تعمقوليش فيها، يرحم باباكم ما تعمقوليش فيها. لا نيروبي كي ما يكونش كاين الاكسجين تصرا فيرمونتاسيون، سوا فيرمونتاسيون الكوليك سوا فيرمونتاسيون لاكتيك. السلام عليكم، هذا الشيء اللي تعرفوا داكوغ، عرفوا لي بك النواتج، وي هنا زوج ايثانول زوج سي او 2 وهنا زوج اسيد لاكتيك، السلام عليكم. صح دوكا الا كان كاين الاكسجين، اذا كان كاين الاكسجين البيروفات هذاك ديروا في بالكم بلي حيدخل داخل الميتوكوندري، سي بون البيروفات هذاك ديروا في بالكم بلي حيدخل داخل الميتوكوندري. اوكي anyway كيف البيروفات هذاك يدخل داخل الميتوكوندري؟ كي يدخل داخل الميتوكوندري حتصرا واحد العمليه، ما تشوفوليش دوكا لا تيكو وتحيروا، لا لا ما تحيروش ما تخلعوش، كي يدخل داخل الميتوكوندري حتصرا واحد العمليه واسمها لا ديكاربوكسيلاسيون اوكسيداتيف، واسمها لا ديكاربوكسيلاسيون اوكسيداتيف. هذيك العمليه شكون حيقوم بها؟ واش من انزيم؟ ماشي انزيم واحد، ماشي زوج انزيمات، حيقوموا ماشي ثلاثه انزيمات، حيقوموا بها بزاف انزيمات داكوغ. يعيطوا له هذاك لو كومبلكس، يعيطوا له لو بيروفات دي هيدروجيناز، يعيطوا له لو بيروفات باسكو حنستعمل البيروفات. واش راح نديروا؟ حنديروا له دي هيدروجيناسيون، بيروفات دي هيدروجيناز داكوغ. صح شفاو لي مليح على البيلون تاع لا ديكاربوكسيلاسيون اوكسيداتيف، هي تري امبورطونت. في لا ديكاربوكسيلاسيون اوكسيداتيف واش راح نتحصلوا؟ هذوك الزوج بيروفاتات حيتحولوا يولوا لي زوج اسيتيل كو. اوكي فهمنا، نعاودوا برك، زوج بيروفاتات يتحولوا يعطوني زوج اسيتيل كو. في خضم هذا التحول حيصراو لي عفايس، حنتحصل على زوج سي او 2 اوكي، وحنتحصل على زوج ناداش اش بلس داكوغ. دونك زوج ناد بلس تدخل وتخرج لي زوج ناداش اش بلس داكوغ. anyway يا جماعه يا جماعه تبعوا معايا، زوج بيروفاتات قلنا يعطوني زوج اسيتيل كو. اوكي البيروفاتا بيروفاتا الوحده تعطيك اسيتيل كو وحده، باينه هذيك شغل هذوك الزوج سي بارابور زوج بيروفات، وحده بيروفاتا تعطيك وحده اسيتيل كو، تخرج لك وحده سي او 2 وتخرج لك وحده ناداش اش بلس. صافي كيكونوا زوج بيروفاتات، صافي زوج اسيتيل كو، صافي زوج سي او 2، صافي زوج ناداش اش بلس. اوكي حاجه واحده اخرى، البيروفات شحال عنده من كربون؟ ايه عنده ثلاثه صح ولا ماشي صح؟ اسيتيل كو شحال عنده من كربون؟ عنده زوج كربونات. اوكي الوغ الكربون هذيك وين راحت؟ كربون هذيك بصح شوفوا لي راهي خرجت سي او 2 ولا لا؟ لا وي خرجت، تما راحت لهنايا خرجت، خرجت كربونه داكوغ، على بيها يعيطوا لها لا ديكاربوكسيلاسيون. واش معنى كلمه دي؟ معناتها نحيتو شنو؟ كربون. ديكاربوكسيلاسيون نحيت كربون اوكسيداتيف داكوغ، اوكسيداتيف سي بارابور ا تاني نحيتلو الهيدروجين داكوغ، نحيتلو الهيدروجين تري بيان. دونك هذه راه ديكاربوكسيلاسيون اوكسيداتيف، شوفوها معايا اون ديتاي في هذه الورقه اللي حنديرها لكم، حتخلعكم هاد الورقه بصح ما تخلعكم ما والو، ما كان والو داكوغ. تبعوا معايا بالعقل بالعقل ان شاء الله، اوكي بالعقل بالعقل ان شاء الله نفينيوها. شوفوا معايا شدوا لي لو بلوز امبورطون، قلنا بلي هاد لا ديكاربوكسيلاسيون اوكسيداتيف كيفاش تصرا؟ يجي بيروفات في وجود الاكسجين يدخل داخل الميتوكوندري ويعطيني اسيتيل كو. اوكي فهمناها، هذا الزوج بيروفاتات كيدخلوا داخل الميتوكوندري تخرج CO2، الا كانوا زوج بيروفاتات دونك تخرج CO2 باينه. في خضم هذه العمليه بلا ما تشدوا لي لي زيتاب، بلا ما تشدوا لي لي زيتاب، واش حيصرا؟ حيخرجوا لك زوج اسيتيل كو تري بيان. واش حيخرج لك ثاني؟ حيخرج لك ثاني زوج ناداش اش بلس، بيان سور زوج ناداش اش بلس. انا دائما كنت نكتب ناداش باسكو هما كانوا يكتبوا لنا ناداش بصح هي نو، عرفت بلي ناداش اش بلس. شكون اللي حيعاونك في هذه العمليه؟ ان كومبلكس انزيماتيك واش اسمه؟ اسمه لو بيروفات دي هيدروجيناز. شوفوا دي اش هذيك سي بارابور ا دي هيدروجيناز، بيروفات دي هيدروجيناز تري بيان. هذا لو كومبلكس واش فيه؟ فيه 3 انزيم،
الانزيم الاول هو هذاك ليطاج الفوقاني، الانزيم الدوزيام هو هذا ليطاج التحتاني، والانزيم التروازيام هو هذا ليطاج التحتاني الوسطاني الاو 2 ليطاج الوسطاني والاو 3 ليطاج التحتاني. anyway trois enzymes principales شكون هما؟ الانزيم الاولاني بيروفات ديزيدروجيناز اسمه كيما اسم الكومبلكس. الانزيم الثاني اسمه ديدروليبويل ترانسيتيلاز. الانزيم الثالث ديدروليبويل ديزيدروجيناز. سهلين سهلين. الانزيم الاول اسمه بيروفات ديزيدروجيناز كيما اسم الكومبلكس نورمال. الانزيم الثاني والثالث في زوج ديدروليبويل ديدروليبويل ديدروليبويل، بصح واحد ترانسيتيلاز واحد ديزيدروجيناز. داكوغ صح. هذو ما ثلاث انزيمات برينسيبال، بصح هذو ما ثلاث انزيمات برينسيبال يعاونوهم خمسه لي كو انزيم. واش معناتها كو انزيم؟ معناتها مساعد الانزيم، معناتها يعاون لك الانزيم تاعك. داكوغ مساعد الانزيم تري بيان. دونك واش عندنا؟ عندنا تي بي بي تايمين بيروفوسفات، شفاولي عليه هكا. هذا تي بي بي سي تان انزيم رايح يعاون لك الانزيم الاول تاعك. ان فات تي بي بي سي تان كو انزيم، شغل انزيم بصح هو يعاون الانزيم صافي كنعيطو له كو انزيم. عندكم لايبوات، لايبوات تاني سي تان انزيم يعاون لك الانزيم برينسيبال اللي هو الانزيم دوزيام. الفاد، الفاد سي تان كو انزيم يعاون لك الانزيم الثالث. والنات بلس يعاون لك الانزيم الثالث. والكو ا عباره عن ديجا كو ا معناتها كو انزيم ا يعاون لك الانزيم الثاني. anyway واش تدولي في هاد تشوفوا هاد العمليه كومبلي واش تدولي فيها؟ تدولي فيها لي تروواز انزيم برينسيبو اللي يعاونوا باش البيروفات يولي اسيتيل كو، تدولي لي 5 كو انزيم هذوما، وشدوا لي لو بيلون. ديروا في بالكم بلي واش حيتحصل، حنتحصل على زوج اسيتيل كو، حنتحصل على زوج ناداش اش بلس، وحنتحصل على زوج سي او 2. شفاولي عليها داكوغ. بصح وشنو هذه؟ وشنو كي تدخل لي زوج بيريفاتات؟ اذا دخلت لي بيريفاتا وحده دونك حتعطيني وحده اسيتيل كو، وحده ناداش اش بلس، وحده سي او 2. داكوغ صح. دوك واحد باغ اكزومبل حاب يفهم كيفاش يتصرا هاد العمليه، اول حاجه ديروها في بالكم بلي لا ريغولاسيون تاعها ماهيش داخله، حذفوها العام اللي فات. داكوغ حذفوها العام اللي فات. وهاد العام تاني كي سقسيت لي ستوديون تاعي قالوا لي ماهيش داخله. تري بيان. anyway بصح سهله لا ريغولاسيون، ميم الا حبيتو تفهموها سهله، ماشي حاجه واعره. لو ميم برينسيپ تاع واش كنا نقولوا سابقا. داكوغ لو ميم برينسيپ بالاي تي بي بالاي دي بي بالانسولين بكلش. برك حتشوفوا الكالسيوم، حتشوفوا عفسه جديده اللي هي كالسيوم. anyway ديروا في بالكم بلي البيروفات راهي دخلت فيها ثلاثه كربونات. اول عفسه تاع البيروفات كي تدخل رايح يروح لها السي او 2 صاي. كي راح لها سي او 2 معناتها راحت لها كربونه، صارت لها اون ديكربوكسيلاسيون. الكربون كي يخرج ما يخرجش وحده، يخرج مع الاكسجين. ديروها في بالكم، دونك يخرج مع الاكسجين. anyway سما قعدوا لها زوج كربونات. شكون يحكمها؟ يحكمها لي تي بي بي. هذا تي بي بي انزيم، داكور انزيم يعاون لي الانزيم الاولاني، يعني الانزيم برينسيبال الاولاني. تي بي بي كي يحكم زوج كربونات واش يولي اسمه؟ يولي اسمه اسيتيل تي بي بي. هاو شغل تي بي بي لاصق فيه زوج كربونات هذوك، الزوج كربونات هذوك رجع اسمهم اسيتيل. دونك البيروفات كي يروح منه كربونات رجع اسمه اسيتيل. المهم يولي اسمه اسيتيل تي بي بي. خلاص يجي دوكا لايبوات، لايبوات انزيم واحد اخر يروح يسرق التي بي بي هذاك، يسرق له زوج كربونات اللي داهم، يولي اسمه كاين اللي يعيطوا له اسيل لايبوات، اسيتيل باردون لايبوات ماشي اسيل كما كاتبه، اسيتيل لايبوات. كاين اللي اسمه، كاين اللي ما يسموش اسيتيل لايبوات مي بلوتو يسموه اسيتات، لا مانيش غلطه. داكوغ كاين يسموه اسيتات. anyway ما يهمكمش. اسيتيل لايبوات سي بون. هذاك اسيتيل لايبوات شكون يجي؟ يجيني الكو ا، كو انزيم ا، يجي يسرق اللايبوات زوج كربونات اللي اصلا اللايبوات وسرقهم التي بي بي. كي يديلو دوك زوج كربونات يولي اسيتيل كو. سي بون عرفتو منين جاني اسيتيل كو؟ تما هو وشنو هو الكو ا جاب ده هذاك لاسيتيل. لاسيتيل معناتها عباره عن زوج كربونات اللي جاوني من بيريفات، رجع اسمو اسيتيل كو. السلام عليكم. صح. هذاك اللايبوات كي يفقد هذوك زوج كربونات تاوعو، كي يفقد هذاك الاسيتيل تاوعو يديه له الكو ا، ترجع عنده دو غروبمون ثيال. الاس اش معناتها ان غروبمون ثيال، هاكا شفاولي عليها، يرجع عنده دو غروبمون ثيال. سي بون رجع اللايبوات فيه دو غروبمون ثيال لاصقين فيه. هذوك لي دو غروبمون ثيال معناتها اس اش و اس اش شكون يديهم له؟ يديهم له الفاد، الفاد تابع للانزيم الثالث.
الفاد تاني سي تانكو انزيم، قلناها لهنا فاد سي تانكو انزيم. anyway يجي الفاد هذا يدي الاش والاش، ما يديش الكاس ما عنده ما يدير به، يدي الاش والاش. كي يدي زوج هيدروجينات، الفاد كي يدي زوج هيدروجينات واش يولي اسمه؟ يولي اسمه فاد اش 2 داكوغ سي بون. ومن بعد هاديك شكون يجي؟ يجي الناد بلس. الناد بلس يسرق للفاد اش 2 يسرق له زوج هيدروجينات اللي اصلا الفاد اش 2 راهو سارقهم من لايبوات، تسمى الحاله كاع انا راهي سرقه في سرقه. المهم الناد بلس يدي زوج هيدروجينات اللي راهم في الفاد اش 2 كي يديهم له يولي ناداش اش بلس. راني قلت لكم راني كتبتها ناداش بصح هي ناداش اش بلس داكوغ. دونك زوج نورمالمون هنا الزوج، زوج ناداش زوج ناد بلس تدي لي من زوج فاد اش 2 الهيدروجينات وترجع زوج ناداش اش بلس داكوغ. تري بيان. دونك بكل بساطه هاد التفاصيل ا كومبروندر مي لي ا روتينير لي هما لي انزيم برينسيبال و لي كو انزيم و لو بيلون تاعي داكوغ. دونك لو بيلون تاعي هو تري امبورطون اكد على البيلون، زوج اسيتيل كو زوج اتش اش بلس و زوج سي او 2 بارابور لزوج بيريفاتات دخلوا الا كانت وحده. دونك وحده 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 ولازم هاد العمليه في وجود الاكسجين. واش اسمها؟ اسمها لا ديكاربوكسيلاسيون اوكسيداتيف. سي اون ايتاب دو ترانزيسيون كيش يقولوا حاجه ماشي نقول لك عبور مي بصح انتقاليه، مرحله انتقاليه باش يروح ان شاء الله. هذه هي شغل راهي توجد، توجد لواش؟ توجد للسيكل دو كرابس، فهمتوني؟ راهو يوجد روحو للسيكل دو كرابس. اوكي هذا ما كان راهو يوجد روحو للسيكل دو كرابس. تري بيان. اوكي هذا مكان، هذا مكان راه يوجد روحو سيكل دو كرابس. دونك تسمى واش يدخل في سيكل دو كرابس؟ حيدخل لو اسيتيل كو داكوغ. انا من قبيله واش كنت نقول لكم؟ كنت نقول لكم بلي واش يدخل في سيكل دو كرابس بيروفات، بصح هو ماشي بيروفات باردون، بيروفات ما يدخلش في سيكل دو كرابس، بيروفات يدخل داخل ميتوكوندري. بصح كي بيروفات يولي اسيتيل كو، الاسيتيل كو هو اللي يدخل في سيكل دو كرابس. اوكي تري بيان. دوكا هذه هي الثالثه اللي كنا نهضروا عليها، بلوتو الوسطانيه هذه بارفو ايغوبي باتاتي باتاتا ما عليناش. دوكا هذه شتو هذه التحتانيه اللي كتبتها من تحتها باغ لو سيستم نافيت باتاتي باتاتا؟ هذه التحتانيه تفهموها ان شاء الله واحد لا فيديو راني حنحطها لكم في لاشين تاعي ونحطها بوبليك. راني حنكتب بلي لو سيستم نافيت داكوغ، نافيت ا كومبروندر وكذا بطريقه سهله ان شاء الله تفهموها لو سيستم نافيت، تفهموا الاهميه تاعو. اوكي هذا ما كان، بون كوراج ان شاء الله. وهكا نكونوا كملنا كامل الاغريكوليز، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادمه ان شاء الله على لو سيكل دو كريبس.